Expo. تحية لكل المستمعين. علمنا من مصادر إعلامية كاميرونية أن الفيفا حسمت الاحتراز لفائدة المنتخب التونسي وبالتالي تسحب بطاقة الترشح من المنتخب الكاميروني. أكدوا أن الخبر أخذناه مصادر إعلامية كاميرونية وانسقوا بكل احتراز باعتبار وأن اللجنة المختصة للنظر في الملف باش تجتمع غدوة في زوريخ. إن أكدوا نعاودوا نأكدوا الخبر انسقوا بكل احتراز. إلى